ايه هتمرني النهارده؟ ايه بنج وباي؟ نعم. هتلعبي بنج وباي؟ انت مالك؟ انا داخل معاك في التمرين دي واحنا في دريم بارك، ما الجهاز ده بتاع الكل. يعني ايه الجهاز بتاع الكل يعني؟ يلا خش وحشه، خش. على فكره مش عارفه اتمرن منك. انت صغيره، خش اتمرن. على فكره انت بتلعبي. على فكره الترينر بتاعي هو اللي قال لي اعمل كده. مش قصه الترينر، ما انا من على فكره الجيم ده لو بالرتب كان زماني لواء. انا من ايام قلبي ده الكشري والتونه. كشري ايه؟ انت من ايام الاسترقات. خش. استغفر الله العظيم يا رب. بتلعبي غلط. والله مالكش دعوة، والله ما همشي غير لما تلعبي صح. انت سرايا خشي، رمايا خشي. السلام عليكم. العجلة دي بتاعت حد؟ نعم. يا بايظة ولا؟ مش فاهمة. عايز الف بيها حوالين الجيم، ما بتتحركش. ناس. ايه ده ايه ده؟ العصير بتاعي لو سمحت. هاتي ضغط ضغط ودي مره واحده. التمرين ده ابشع من تمرين 3 ساعات. انا كنت 3 ساعات زمان، عارفه 3 ساعات. انا اسف، ده انقذت حياتي. هو ليه ما بتجيبليش ليه بطيخ موز باللبن الحاجات دي؟ انا مع الشم بتبقى احسن. على فكره كل الناس اللي بتتمرن على الجهاز اللي بتتمرن غلط، هم بيتمرنوا كده بس هو التمرين الصح بتاعهم. ربنا يشفيك. بص كده الظابط لو جاي يلعب على التريد ميل، هات الاوزان دي كلها على البرص. لا جميل ما شاء الله عليك، عسل. قد الدنيا حولها جامد قوي قوي قوي. في المايه خش خش. اوه يا ابني عند النبي خش. لو سمحت ساعديني بس عشان الوزن تقيل. امسكيني من عندي الترقوه دي. انت تعبان في دماغك؟ تعبانين. ده جيم، احنا بنساعد بعض، مش جايين نقرا. فين الترينر بتاعك؟ جايين نقرا كتاب بنساعد بعض. ده جيم. في هنا ترينر، ممكن تساله. ترينر ليه؟ اصل انا واخد كورس من على اليوتيوب. انا على فكره بحب الجهاز ده، ولان بحس ان انا طالع اتكرم اخد جايزه. على فكره انا مش عارفه اتمرن منك النهارده. انت ما عندكش تمرينه؟ عندي تمرينه بس النهارده انا بحرق، فبحرق كلام، فاهم؟ طب اتمرن مع نفسك بقى لو سمحت. على فكره انا شايفاني غلط ليه؟ انا قسما بالله زمان كان البطن دي، عارفه الشوكولاته الكادبري 9 مربعات كنت داهيه. ازاي اصلا هما 6 باكس؟ اسمع يا سبحان الله بتاعت ربنا. بس دخلت فطرت في نادي الجزيره ازاي عومت لي الدنيا. الله يلا عمود ادي الدنيا عند وشك. اللحظه دي بقى بتقعد تندبي. كان لازمتها ايه خرطه البشاميل بتاع الليل؟ 10 ترغيفه فين ورغيف يجر الرغيف؟ كان لازمته ايه الكلام ده؟ قول لنفسك حاولي تخفي توجن، هي اللي عامله فيكي كده مش قادره تقومي. حاولي تخفي. مالكش دعوه، قللي سبرايت. مالكش دعوه، خليك في حالك. انت ليه عامله شعرك كحكه؟ ما الكحك بيتخن. استغفر الله العظيم يا رب. ممكن تروح تتمرن بعيد عني؟ اتمرن والله، بس انا ده البريك بتاعي. اتجوزت انا من سنه، مش قصتي. عندنا من المنطقه هي. المهم ابوها يكلمني قال لي عزمك في رمضان، فامها بتقول لي تاكل ايه يا حبيبي على الفطار؟ قلت لها بفتيك. رحت لقيت عامله فراخ بانيه. طب التقدير فين يا جدعان؟ تمام. الاول انت واخده قرار تعملي فراخ بانيه ليه؟ بتكلميني تقولي لي تاكل ايه؟